بداية أود أن أتقدم الشكر الجزيل لشركة سافي جود لمواكبة هذه الحملات التحسيسية على مستوى محاربة فيروس كورونا. بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأسفي بطبيعة الحال وكغيرها من المؤسسات العمومية الأخرى، من موقعنا أولا كمواطنين وكمسؤولين إداريين حاولنا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية تماشيا مع الإرادة العامة اللي غادي فيها البلاد بطبيعة الحال من أجل توخي الحيطة والحذر ومحاربة هذا الداء. طيب، أن منذ البداية الأولى ليومه الاثنين 16 مارس 2020، أول حاجة قمنا بها أننا حاولنا تحسيس السادة مساعدي الأمن بالبوابة للمحكمة على أساس أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة في طريقة ولوج المتقاعدين والمرتفقين إلى هذه المؤسسة وتوخي الحظر بطبيعة الحال فيما يخص الاكتظاظ وفيما يخص دخول بعض المتطفلين كما هو الشأن في الأيام العادية. طيب، كذلك كما هو الشأن بالنسبة للسادة الموظفين حاولنا ما أمكن أن نتواصل معهم بشكل استمرار طيلة هذا اليوم من خلال توجيه بعض نصائح من خلال تواصلهم مع المرتفقين وكذلك السادة المحامين وباقي مساعدي القضاء من أجل توخي الفورية والسرعة في تقديم الإجراءات أولا، ثم محاولة كذلك معالجة جميع القضايا والإجراءات المسرعة على النظام المعلوماتي حتى يتأتى للجميع الاستفادة منها على الموقع ديال المحكمة. كذلك ومن أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة أنه يتم توجيه المواطنين تطبيقا لرسالة الدولي السيد وزير العدل على مستوى الاستفادة من خدمات سجل العدل والسجل التجاري بأن يستفيدوا منها عبر الخط وبالطريقة الإلكترونية. وفي هذا الإطار أنك يتم توجيه المواطن لما اطلعش على هذه المذكرة قصد الولوج إلى هذه الخدمة المعلوماتية عن بعد. ثم فيما يخص المواطنين بطبيعة الحال اللي عندهم الحق يمارسوا طعون في بعض القضايا والطعون كتكون مرتبطة بأجالات معينة، فإننا ضمن هذه العملية بإنشاء واحد الخالية اللي كتسهر على تدبير هذا النوع من الإجراءات دون الولوج إلى المحكمة، وكما هو الشأن تسليم النسخ بطبيعة الحال وكذلك تسليم المذكرات الجوابية لتعبئات لهذه المحكمة بطبيعة الحال من أجل إيجاد خالية تتتبع هذا النوع من الإجراءات والمساطر في إبانه وحينه دون الولوج إلى المحكمة. بالنسبة للجلسات كما تلاحظون أن حاولنا ما أمكن لا نسمح للغير بالدخول إلا بحامل استدعاءات وعطينا برنامج أو عطينا الجدول ديال الجلسة للحرس الخاص بباب ديال المحكمة. نتأكد بطبيعة الحال من الأسماء ديال المتقاضين اللي عندهم الجلسات هم اللي كيدخلوا فقط، ما كنخلوش شي واحد يدخل تفاديا بطبيعة الحال الاكتظاظ وتفاديا الاحتكاك بين المواطنين حماية لهم أولا وحماية للعاملين بالمؤسسة. كذلك المصلحة ديال البيروديجيين بالمدينة مشكورة أن من خلال التواصل معها كما هو الشأن المغربي من المؤسسات أنهم قاموا كما لاحظتم كصحفيين أنهم قاموا بتعقيم المحكمة بمواد معقمة اللي بقينا الآن منهمكين في هذا العمل. أننا عقمنا جميع المكاتب، عقمنا كذلك الجنبات ديال المحكمة وكذلك الجلسات قاعة الجلسات في عملية احترازية من أجل الحيلولة دون تفشي هذا الوباء داخل المؤسسة واتخاذ احتياطات اللازمة في هذا الشأن. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.